بسم الله الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم The Specific Heat Capacity of a Solid أو الحرارة النوعية لجسم صلب. البربس أو الغرض من هذه التجربة To determine the specific heat capacity of a solid by mixture method وحساب الحرارة النوعية لجسم صلب عن طريق أو باستخدام طريقة الخلط. الأدوات اللي معانا الأبارتس، كالوريمتر، ثرمومتر، السوليد أو لو كبر جرين أو حبيبات من النحاس، بيكر، هوت بليت، تيست تيوب ويذ هولدر، أنيناتيكال بالانس أو بالانس. من المعروف أن السعة الحرارية لجسم هي عبارة عن الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم درجة واحدة مئوية، أي أن الهيت كاباسيتي أو الثيرمال كاباسيتي of a body لجسم is the quantity of heat required to rise the temperature of a body 1 Celsius degree. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم بمقدار 1 درجة مئوية، أي أن الهيت كاباسيتي HC تساوي الكيو على دلتا T، حيث الكيو اللي هي كمية الحرارة ودلتا T اللي هي الفرق في درجات الحرارة. تقاس الهيت كاباسيتي بالكالوري لكل سيليزيوس، ولكن في النظام الدولي تقاس بالجول لكل كلفن، حيث الكالوري هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء بمقدار 1 درجة مئوية من 14.5 سيليزيوس إلى 15.5 سيليزيوس. The quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 Celsius degree from 14.5 Celsius to 15.5 Celsius. يرتبط الكالوري بالجول بعلاقة، حيث 1 كالوري يساوي 4.18 جول، لأن تعريف الجول هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1/4.18 جرام من الماء بمقدار 1 درجة مئوية. يبقى الجول is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram 1/4.18 gram of water by 1 Celsius degree. طبعا والسيليزيوس يرتبط مع الكلفن بعلاقة أن السيليزيوس أو صفر سيليزيوس يساوي 273 كلفن. لو اعتبرنا أن هناك نظام معزول، والمقصود بالنظام المعزول أنه لا يحدث تبادل حراري بينه بين الوسط المحيط، يعني no heat exchange between the medium or the surrounding. ومن المعروف أنه في النظام المغلق فإن مكونات النظام المغلق تكون درجة حرارتها واحدة، تكون درجة حرارتها واحدة، بمعنى أنه إذا كان هناك جسم ساخن وجسم بارد في النظام المعزول أو في النظام المغلق، فإنه تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى تصبح درجة حرارة الجسمين متساوية. If we assume that there is no heat loss by the surround or to the surrounding, فإن ال heat lost by the hotter body كمية الحرارة المفقودة بواسطة الجسم الساخن تساوي كمية الحرارة المكتسبة بواسطة الجسم البارد حتى يحدث اتزان حراري بين الجسمين. يبقى hot lost by hot hotter body equal to hot gained by cooler body until the two bodies have the same temperature. كمية الحرارة التي اكتسبها أو كمية الحرارة التي فقدها هذا الجسم the amount of heat
اللي هي كيو is proportional to the mass of body and temperature difference. يعني كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة تتناسب مع مقدار تتناسب مع كل من كتلة الجسم ومقدار الفرق في درجة الحرارة، أي أن الكيو تساوي ام سي دلتا تي، حيث السي تساوي كيو على ام دلتا تي، والسي هي السبيسيفيك هيت كاباسيتي أو الحرارة النوعية، والتي تعرف على أنها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المادة بمقدار واحد درجة مئوية. يبقى the specific heat capacity is defined as the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance by 1 Celsius degree. تقاس الحرارة النوعية بالكالوري لكل جرام سيليزيوس، كالوري لكل جرام سيليزيوس، أو في النظام الدولي تقاس بالجول لكل كيلو جرام كلفن، جول لكل كيلو جرام كلفن. في تجربتنا النهاردة هنستخدم جسم ساخن، لو الجسم هو عبارة عن حبيبات النحاس، هنوصلها درجة حرارة قصوى ثم نخلطها مع جسم بارد. يبقى إذن كمية الحرارة التي اكتسبها الجسم البارد توازي كمية الحرارة التي اكتسبها التي فقدها الجسم الساخن اللي هو حبيبات النحاس. وحيث أن كمية الحرارة كيو هي عبارة عن الام سي دلتا تي، يبقى إذن الام سي دلتا تي التي فقدت بواسطة الجسم الصلب solid تساوي كمية الحرارة التي اكتسبها الجسم البارد. وفي الحالة بتاعتنا الجسم البارد هو عبارة عن الووتر والكالوريمتر أو الانر فازل للكالوريمتر، لأن أنا أحط الاثنين هعمل خلط في النظام المغلق ده أو في المسعر الحراري ده. يبقى إذن كمية الحرارة التي سيفقدها النحاس تساوي كمية الحرارة التي يكتسبها الماء والكالوريمتر. وحيث أن كيو اللي هي كمية الحرارة تساوي ام سي دلتا تي، يبقى إذن بالنسبة للجسم الساخن اللي هو الذي سيفقد ام سي ام اس سي اس دلتا تي اس تساوي كمية الحرارة التي سيكتسبها الماء زائد كمية الحرارة التي سيكتسبها الكالوريمتر. يبقى إذن ام دبليو سي دبليو دلتا تي دبليو زائد ام سي 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 في دلتا تي سي. وحيث أن الجسم الساخن درجة حرارته الأولية أو درجة حرارته الأعلى اللي هي الـ TS ناقص T2 اللي هي درجة حرارة الخليط، والجسم البارد اللي هو الماء والكالوريمتر درجة حرارتهم دلتا أو الـ Temperature Difference اللي هي دلتا T لكل من الووتر والكالوريمتر واحدة، فإن دلتا T تساوي تي 2 الى درجه حراره الخليط بعد تسخينه بعد تسخين الماء والكالوريمتر بواسطه حبيبات النحاس الساخنه ناقص تلتا ناقص تي 1 لدرجه حراره الماء والكالوريمتر قبل التسخين. من المعادله نحصل على قيمه سي اس اللي هو الحراره النوعيه للسوليد اللي هو الكبر جرين او السبيسيفيك هيت اوف كبر، لا تساوي ام دبليو سي دبليو زائد ام سي 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 في فرق درجات الحراره تي 2 ناقص تي 1 على ام اس كتله النحاس في فرق درجات حراره النحاس تي اس ناقص تي 2. البروسيدور او الخطوات، نقوم اولا بحساب كتله من النحاس من حبيبات النحاس باستخدام الميزان. نقوم أولا بتصفير الميزان،
نحسب كتلة حبيبات النحاس نسجل قيمة حبيبات النحاس بعد وزنها حبيبات النحاس the mass of the solid اللي حبيبات النحاس تساوي 39 جرام ونص ثم بعد ذلك نأخذ حبيبات النحاس ونضعها في أنبوبة الاختبار نضع حبيبات النحاس في أنبوبة الاختبار ثم نضع الترمومتر مستودع الترمومتر اللي هو مستودع الزئبق اللي هو الميركوري فالف بين حبيبات النحاس بحيث لا يلامس الجدار الداخلي لأنبوبة الاختبار نعمل إميرجينج للميركوري بلب بين الجرين بتاعة النحاس نلاحظ أن مستودع الزئبق لا يلامس الجدار الداخلي للأنبوبة ثم نضع أنبوبة الاختبار داخل الحمام المائي أو الماء أو البيكر اللي موجود على الهوت بليت ونبدأ في التسخين حتى تصل درجة حرارة النحاس إلى الدرجة القصوى التي بعدها لا ترتفع درجة حرارته في هذه الأثناء نقوم بحساب كتلة الكالوريمتر ومن ثم حساب كتلة الماء نحسب الماء نحسب كتلة الماء بحساب كتلة الكيلومتر فارق ثم نضع الماء ثم نحسب ثم نطرح كتلة الماء والكيلومتر ناقص كتلة الماء وبالتالي نحصل على قيمة كتلة الماء يبقى كتلة الكيلومتر فارق تساوي 208 جرام ونص بعد حساب كتلة الكالوريمتر فارغ نضع بعض من الماء في الكالوريمتر بحيث أن كمية الماء التي نضعها في الكالوريمتر تغطي كمية النحاس بعد الخلط
ونحسب كتلة الماء والكيلوجرام متر كتلة الماء والكالوريمتر اللي هي الام للماء والكالوريمتر تساوي ميتين ستة واربعين ونص جرام. ولحساب كتلة الماء نطرح كتلة الماء والكالوريمتر ناقص كتلة الكالوريمتر ناقص ميتين وثمانية ونص تساوي ثمانية وثلاثين جرام. نقيس الآن درجة حرارة الماء والكالوريمتر الأولية اللي هي the temperature of calorimeter and water اللي هي تي واحد، تساوي 26. نتابع درجة حرارة النحاس أثناء تسخينه حتى يصل إلى درجة حرارة عظمى. بعد فترة من التسخين نلاحظ أن درجة حرارة القصوى للنحاس تساوي 93 درجة. نقوم الآن بخلط النحاس مع الماء والكالوريمتر أو الماء الموجود في الكالوريمتر. نقوم بالتقليب ونأخذ أقصى أكبر درجة حرارة وصل إليها الخليط. نلاحظ أن أكبر درجة حرارة وصل إلى الخليط هي 31 درجة. يبقى إذن درجة حرارة النحاس الساخن 93 درجة، درجة حرارة الخليط اللي هو تي 2 تساوي 31 درجة. باستخدام الثوابت مثل أن السي للووتر أو الهيت سبيسيفيك هيت كاباسيتي أوف ووتر تساوي 1 جرام 1 كالوري لكل جرام سيليزيوس، وأن الام سي والسي سي حاصل ضرب كتلة هذا المساعد في الحرارة النوعية له تساوي 9. باستخدام هذه المعطيات والتعويض في القانون سي اس يساوي ام دبليو سي دبليو ام سي 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 في تي 2 ناقص تي 1 على الام اس تي اس ناقص تي 2، نحصل على قيمة الحرارة النوعية لحبيبات النحاس والتي تقاس بالكالوري لكل جرام سيليزيوس او تقاس بالجول لكل كيلوجرام كلفن. شكرا.